مكة المكرمة. أنهيت الطواف وأبحث عن حلاق. رأيت مجموعة من الشباب، ما شاء الله شباب وجدعان. فرحت، ما شاء الله. جاءني أحدهم قال: سأقتلك كما قتلتم الحسين. معي يا أستاذ؟ عشت 22 سنة والله ما قال لي يهودي ولا نصراني سنقتلك لأنك مسلم. والله وبالله وتالله واللعنة علي إن كنت من الكاذبين، جاءني هذا الشاب وقال: سنقتلكم كما قتلتم الحسين، وهو محرم. أنتم أهل السنة معناته؟ إيه. هذا هذا في البقاع المقدسة قال الكلام هذا؟ قلت لك في جبل المروة وهو محرم وأنا محرم. جنسيته شنو؟ إيراني شيعي إيراني؟ كون عراقي مهم شيعي. ماذا؟ قلت وأنا قتلت الحسين وأنا عمري 1400 سنة. ماذا؟